16 عاملاً وعاملة في بلدية بعلبك شاركوا في ورشة العمل التي أعادتها جمعية نحن ضمن إطار مشروع الشراكة بالتعاون مع جمعية نهر الشباب. سعت الورشة إلى إفادة المشاركين بمعلومات حول أهمية تعريف المواطنين على حقوقهم وواجباتهم في العمل البلدي. نائب رئيس البلدية شارك في الورشة وعبر عن استعداده لترجمة الأهداف في مشاريع لتوعية المواطنين. رئيس بلدي برتاح لما يكون في مواطن واحد يعرف شو الحقوق وشو الواجبات عليه. لما يعرف شو حقوقه بيصير يطالب فيها وشو الواجبات عليه كمان بيقوم بدوره. الناس من خلال التجربة اللي شفتها أنه ما عندها وعي عن حقوقها تجاه المجلس البلدي، كيف بحق لها هي تطلع على كل المستندات، على كل القرارات، تحضر بعض جلسات المجلس البلدي، تعرف ليش صار في المجلس البلدي هون، مين ورداته، ويحاسب المجلس البلدي. جمعية نحن تسعى إلى تطوير مشروعها للوصول إلى حلقات حوارية واسعة تدفع المواطنين إلى مشاركة المسؤولين وتعزيز التواصل بينهما. بدنا نصير نعمل بعد هالوركشوب 3 تاون هول ميتينج، يعني 3 اجتماعات عام يكونوا موجودين لجنة البلدية ورئيس البلدية والمواطنين اللي أخذوا التدريب، وبيصير في مشاركة يعني على كل تاون هول ميتينج يكون في ثيم، مثلا أول واحد على المشاريع البلدية، بعدين على الترانسبيرنسي أوتريتش يعني كيف فيهم يتواصلوا، وتالت شيء إنه ياخدوا ينقوا موضوع أو مشكلة بالمدينة ويصير في حوار ويمكن إن شاء الله يلاقوا حل. تضمنت الورشة حواراً تبادل فيه المشاركون الأدوار ليلعبوا دور الأعضاء في مجلس البلدي ويطرحوا المشاريع على رئيس البلدية، وذلك حفزهم على تفعيل مشاركتهم في الشأن البلدي. ما رح ناخذ وقت كثير، أنا اسمي دغري الضراف، بشتغل بالـ NPHU معي زملائي. نحن عندنا مطلب بسيط، حنعرفك على حالنا، حنعرفك على شغلنا، حنعرفك على هدفنا، وحنطلب منك آلية عمل. نحن موالين اهتمام للمعوض، نحن بالطرقات اللي شقناها جديد عملنا ممرات مشان المعوضين، أرصفة بشغلنا اكيد كثير مستفيد، لانه نحن على طول على تواصل مع البلديات، كان للدمج الاشخاص المعوقين. هي البلديه كمان يعني لها الاساس بهالقصه كون لها سلطه، او كمان هلا في نحن مشروع ثاني اخذينه هو طوارئ، كمان عم نشتغل مع البلديات مشان النازحين السوريين، كمان هذا بيعرفنا اكثر، بنصير اشخاص اوعى لنعرف مين بدنا نختار، من رئيس البلديه، من الاعضاء، لحتى تكون تخدمنا بشكل فعال اكثر.